قضية أوضاع حقوق الإنسان في اليمن قضية حاضرة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، حيث استعرض عدد من الخبراء والحقوقيين في ندوة تزامنا مع انعقاد الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان عددا من الملفات أهمها انتهاكات الحقوق السياسية والاقتصادية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين من قبل ميليشيا الحوثي. تطرقت الندوة إلى الوضع بشكل عام وأهم أو أبرز الانتهاكات التي تحدث في اليمن، وكما قدمت بعض التوصيات في هذا الجانب للجهات التي طرف النزاع في اليمن. على سبيل المثال هناك توصيات للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإلزام الأطراف النزاع وتحديدا ميليشيا الحوثي على تنفيذ قرارات ذات الصلة، وعلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة سيطرتها على كافة الأراضي باعتبار أن هذا نص عليه القرار، ونصت عليه كذلك القرارات الأخرى ذات الصلة من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن. الخبراء والناشطون الحقوقيون في مجلس حقوق الإنسان طالبوا المجتمع الدولي من خلال الندوة التي عقدها التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان بضرورة محاكمة قادة الحوثي منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والأطفال والنساء. موضوع الإعدام وإزهاق حق الحياة يهيمن على المشهد اليمني، فالتشريع واسع النطاق اللي يمنح عقوبة الإعدام، حيث هناك أكثر من 40 مادة في القانون تؤكد على عقوبة الإعدام وتشمل 415 حالة. ناهيك أن هناك أيضا إعدام خارج القانون، سواء الذي يتمثل بالاغتيالات والتصفيات السياسية أو من بعض الجماعات التي نصبت محاكم لها لتنفيذ عقوبة الإعدام. ناهيك أيضا عن نتيجة الحرب وهجمات الحوثيين. قضية الألغام والقتل خارج نطاق القضاء كانت حاضرة في ندوة التحالف اليمني، حيث أكد الخبراء أن جماعة الحوثي استخدمت تشريعات خاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء لقمع المعارضين وتصفية الحسابات السياسية والطائفية. قضية اليمن قضية حاضرة في أروقة مجلس حقوق الإنسان. الناشطون الحقوقيون والخبراء وتقارير الأمم المتحدة تؤكد على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا في اليمن. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.